الحرب ما فيهاش شماتة ولا هزار، ايا كانت البلد وايا كانت الناس. بس انا عايز اقولك ان حتى لما اوكرانيا احتاجت لدعم طلبته. انت عارف لو كنت اشتريته من الاول كان بقى معاك كام؟ هفهمك. البيتكوين في 2009 ابتدى بالرقم ده، وصل لحد الرقم ده في 2021، يعني 8.5%. يعني لو كنت اشتريته ساعتها بدولار كان زمانك معاك 125 بيتكوين. يا ترى ليه وصل ل 69,000 دولار؟ لما تعرف اجابه السؤال ده هتعرف انه كان لازم يغلى وهيفضل يغلى قصاد الدولار. لازم نرجع لورا شويه عشان نفهم يعني ايه فلوس. الفلوس ليها كذا شكل وهيئه، ولازم تفهم ان الفلوس ما هي الا فكره متطوره لتبادل البضاعه والخدمات. قبل الفلوس كنا بنبدل الارنب بشويه قمح، وهنا هكلمكم عن مراحل تطور الارنب لارنب. المبدا بتاع التبادل اتعمل له ابجريد لان الناس احتاجت تحدد عمله تشتري بيها الحاجات، بدل ما عمالين نبدل كل حاجه بحاجه. لان لو 10 كيلو قمح بارنب فكم كيلو حديد بارنب؟ وحوار بقى مش هنخلص، لان لو انت ما عندكش غير قمح ونفسك تشتري ارنب، افترض هو مش عايز قمح، هتضطر بقى تقول له انت عايز ايه؟ هيقول لك عايز خشب. تروح تبدل القمح مع حد معاه خشب، يقول لك لا انا عايز جاموسه. تروح تبدل قمحك بالجاموسه عشان تاخد الخشب عشان تاخد الارنب. احنا سعادتك كنا عايشين في عالم الهاردوير بتاعه تقيل والسوفت وير بتاعه مش موجود. ضيف بقى عندك مشكلة ان لو اللي انت عايز تشتري ده بمقام 50 طن قمح، فانت تروح بقى تديله 50 طن قمح عشان تشتري حتة ارض؟ هسل بقى. فقالك طب خلينا دهب فضة نحاس. المشكلة مشكلة بورتابيليتي، خلي بالك زي ما انت جبت اللابتوب عشان تعرف تتحرك كده، ما انتش هتاخد مصروفك 5 كيلو حديد وتنزل بقى تتفسح بيهم يعني. بس المشكلة بقى كانت ان اللي معاه عملة دهب او فضة برضو كانت تقيلة او بتشخلل فبتتعرف وبتتسرق، فالكتير تقيل والغالي ممكن يضيع. في ناس ابتدت تحط الذهب في خزن وتاخد ورقه معترف بيها في حدود منطقه معينه بقيمه الذهب اللي هي حطاه، والذهب اتحط في خزنه قديمه جدا. وعدت الايام والخزنه فضلت زي ما هي، بس حواليها ازاز وبورسلين وسموها بنك. بمناسبه الازاز، لو كان حلمك تبقى سي او في شركه كلها ازاز فلازم تعرف معلومه عن انواع الشركات. اكيد تسمع عن البورصه. عشان شركتك تبقى في البورصه بتبقى من نوع تاني مختلف عن اللي انت تعرفه. الشركه العاديه انت تمتلك منها مثلا 100% او منصصها مع صاحبك او اخوك 50-50، بس انت تقدر تخلي الشعب يشارك ويستثمر في شركتك بانك تحطها في البورصه، وتبقى حاجه اسمها public company. عشان تعمل كده انت بتحدد عدد اسهم، وهي الطريقه اللي هتقسم بيها ملكيه شركتك. تقدر تقول عليها بوينتس او سكور. لو شركتك تقدر ب $1,000 وانت قررت تخلي شركتك 1000 سهم، يعني السهم بدولار. بس اي حد يقدر يشتري سهم واحد، وده معناه انه يمتلك جزء من الشركه في هيئه يونت واحده. فمنطقي مثلا انك تبيع 100 سهم ب $100، بس هل منطقي انك تصحى من النوم بعد ما تبيع ال 100 سهم تقول لهم بكره الصبح معلش اصل الشركه بقت 2000 سهم؟ اكيد لا، لان لو انت عملت كده فجاه قيمه السهم قلت نسبه للدولار النص، واللي اشترى 100 سهم ب $100 هيبقى بيبيع ال 100 سهم بتوعه ب $50 فجاه. فاكيد لو سعادتك رحت البورصه وقلت لهم انك عايز تعمل كده هيقولوا لك روح بعد اذنك. عارف بقى مين بيعمل فينا كده كلنا؟ الدول كلها. اكيد سمعت عن حاجه اسمها احتياطي الذهب. المفروض ان الدول عندها احتياطي ذهب يساوي عدد عملتها. زي ما مثلا تخيل معايا امريكا عندها 1000 جرام ذهب وقالت ان ده يساوي $1,000، يعني كده الجرام $1، وبكده امريكا ابتدت تدفع لمواطنينها بالدولار ده وتحاسبهم بيه، وده يؤدي ان كل واحد يبقى معاه ورقه بتساوي سهم من الشركه اللي اسمها امريكا. المراهقة المتأخرة، أمريكا طلعت قالت للكوكب أنا معايا ده. قد إيه يعني؟ كتير. طب هو فين؟ ورا الإزاز. فين الإزاز؟ معرفش. طب إيه بقد إيه؟ الجرام بدولار. طب هاتوا الدولار. طب هاتوا الجرام. قاموا خدوا الدهب. عدى شوية وشوية قالوا لهم عايزين شوية دهب قصاد شوية الدولارات بتاعتكم، وهوبا كان على لأن الحركات دي والعين والحاجة بلا. وده حصل نتيجة ان في المثل ده امريكا بكل بساطة قامت طبعة $1,000 فوق الالف فبقوا 2000، فبقى الجرام ب$2 بدل واحد. ما ينفعش تطبع ذهب، بس ينفع تطبع دولار. الذهب بنلاقيه سعادتك، يا ما بنلاقيهوش خالص. انت سقطت مني صح؟ فاكر جدك اللي كان بيقولك كنا بننزل نفطر ونتغدى ونتعشى ونجيب عربيه وشقه واراضي ومزارع وعفش وزارع توت في الجنينه بفلوس قليله قوي؟ هي نفس القصه بالظبط، بس الفرق بقى ان امريكا لما عملت الدولار وقالت انه يساوي الذهب الكتير، المعلومه ما طلعتش صح قوي، ما طلعتش صح خالص. ده ادى ان صاحب العمله المطبوعه ايا كانت دولار او غيره بقى عنده تحكم مركزي على الاقتصاد اللي متاثر بعملته. وامريكا بالحركه دي كان عندها هدف واحد بس، تسيطر على الكوره دي.
في الواقع ده يخلي اي دوله عامله هاك على المربع بتاعها كانها منزله ترينر في جي تي اي بيجيب لك فلوس الى حد ما. معنى كده ان لو البيتكوين عمله افتراضيه فالعملات الورقيه تعتبر افتراضيه برضه، ما هي ربطتها باحتياطي الذهب ملوش معنى عشان ينفع نطبع منها زي ما احنا عايزين. هو احنا بس متفقين نتعامل بالفلوس بشكل او باخر مش اكتر. وبما ان مفيش بلد تقدر تطبع عملات بلاد تانية، فبالتالي البلاد ابتدت تتداول عملاتها مع بعض من خلال بيع بضاعتها بعملتها فقط. عايز دلع اشتري دولار، عايز بترول لزوم الدلع اشتري دينار. وده ادى ان البلاد بقت بتتنافس بالبضاعه عامه. ولكن في 2008 بنك ليمان براذرز اعلن افلاسه، ده كان رابع اكبر بنك استثماري في امريكا وانهارت معاه مجموعه من اكبر المؤسسات الماليه في الوقت ده. مش كده وبس، بلاد كامله كانت على وشك انها تعلن افلاسها لان البنك ده اللي كانت ممتلكاته حوالي 600 مليار دولار ببساطه بح. وفي وسط الضلمه دي كلها ومع بدايه 2009 ظهروا كلمتين غيروا مجرى التاريخ، ساتوشي ناكاموتو. ساتوشي ناكاموتو ده او دي او دول عملوا حاجه جديده، تقدر تقول كده عمله لكن مش زي اللي احنا عارفينها. احنا اللي عارفينها فلوس ورق بنوك، لكن هم بكل بساطه ما عملوش كده. وكانت دي بدايه البيتكوين، العمله الافتراضيه اللي بتغير مجرى التاريخ لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دلوقتي. عايز اقول لكم على حاجه مريبه جدا. في البلوك كان مكتوب كود The Times 3 يناير 2009 Chancellor Umbrenko of Second Bailout for Banks، يعني المستشار على وشك الإنقاذ الثاني للبنوك. The Times هنا مش معناها الوقت، لأن ده كان عنوان حقيقي في جريدة التايمز البريطانية في الميعاد ده، وده كان هدفه السخرية من النظام البنكي بعد الإفلاس في 2008. ببساطة لو البيتكوين ما كانش ظهر كان زمان سقف تعاملنا مع الفلوس متوقف على التداول في البورصة والفوركس، مع العلم إن البورصة والفوركس شبه بعض شوية في طريقة الاستثمار لأن في الآخر هو جراف سهم أو جراف عملة في الحالتين قصاد عملة، والهدف انك دايما تشتري بالرخيص وتبيع في الغالي على حسب توقعات منطقيه مبنيه على صعود او هبوط العمله او السهم. واحب اقول لك ان العملات الرقميه بتشتغل بنفس الطريقه بالظبط ما دام بنتكلم في بيع وشراء، ودي من الحاجات اللي هتفهمها اكتر في اللي جاي. يعني ايه عمله رقميه او كريبتو كرنسي؟ ازاي بدات وليه بدات وازاي الناس اقتنعت بيها؟ وهل هي فكره الحظ كان سبب نجاحها ولا هي معموله عشان تنجح اصلا؟ كل ده هنعرفه مع بعض في الحلقه الجايه بعنوان كيف بدا البيتكوين في سلسله كيف بدات العملات الرقميه. ايه ده؟ هو انا متركش انه مسلسل؟ ليه يا راجل؟ ده لسه فيه 3 حلقات جايين غير حلقات البرنامج. وكان معكم محمد اسماعيل من عرب هاردوير في برنامج كريبتونايت في الحلقه الاولى من سلسله كيف بدات العملات الرقميه. لايك وشير وسبسكرايب. Mm.